مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم هنا من مدينة الغمار. صباح الخير عليكم، صباحو. حي باديسي، معروف حي باديسي، مدينة الحسيمة. احنا في جولة صباحية للمدينة، شوفوا الأجواء كيف دايرة والحركة كيف دايرة، واش الناس ملتزمين، مازال ملتزمين بالحجر الصحي. الحمد لله السكينة ملتزمة بالحجر الصحي. اخوان قولوا لنا كيف دايره الاجواء عندكم، المدن الاخرى، فاس، مكناس، الدار البيضاء، الناظور، قولوا لنا كيف دايره الاجواء عندكم، واش ملتزمين بالحجر الصحي، واش كاينه شي حركيه. نعم خويا حسن، حنا كنا في امزون البارح في واحد الجوله تما في امزون، راه وصلنا لامزون البارح خويا حسن.
ويا عبد الواحد. عليكم السلام. امين يا رب اختي امين السلام. وسام سلام. لان احنا في جولة صباحية مدينة الحسيمة في شوارع المدينة. وي حنا عاد كنا في الباديسي دابا هابطين الشارع غادي شارع طريق بن زياد. حنا في دابا في حي المنزل حي المنزل احد اقدم الاحياء هنا بمدينة الحسيمة. حنا دابا في الملعب ديال ميمون العرسي معروف بملعب شيبولا مدينة الحسيمة. ملعب ميمون العرسي
الشباب في الشارع طارق بن زياد.